السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. تغطي حساب جوجل لجهاز سامسونج A10 بضغطة زر واحدة فقط ببرنامج مجاني 100%. نشتغل على برنامج TFT Unlock المجاني. طبعا راح اترك لك رابط تحميل البرنامج وحل مشكلة لا يوجد انترنت، برضو راح اترك لك اياه بالوصف والبرامج اللي بتساعد على المشكلة. طبعا هذا الفيديو انا نزلته عشان حل النهائي للمشكلة، عشان للناس اللي اجهزتهم مش نازل فيها برامج كاملة. هي البرامج الناقصة بتكون من مايكروسوفت فقط لا غير. ياريت يا جماعة تضغطوا اللايك، تشترك بالقناة، ياريت تشتركوا بالقناة، لانه يا جماعة بنحس الواحد تعبه وبروح على الفاضي، نعمل فيديوهات وعليها مشاهدات وعليها تفاعل بالتعليقات وبنحل مشاكل الناس كلها وما حدا بيشترك، يعني اغلب المشاهدات من غير المشتركين. يا ريت تشتركوا بالقناه يا جماعه، بتستفيدوا، كل فيديو بنزل جديد، اي برنامج مجاني بيساعدنا بالسوفت وير بننزله ونشغله. خلينا نتوجه مباشره لبرنامج تي اف تي. نفتح البرنامج مع الجهاز A10 مسكر. بتوجه من الجهاز لمكالمه الطوارئ وبعمل نجمه مربع صفر نجمه مربع، بعمل هنا لوج ان، بفتح البرنامج كامل. طبعا هو بيجي عليه ثلاث حمايات، بس راح اعطيكم الحمايه اللي بتفك الجهاز مباشره. بنروح نتوجه لسامسونج، طبعا بدعم كل الاجهزه هذا البرنامج زي ما حكيت لكم مجاني. بنروح على اول خيار اوتو، بنروح على فانكشن، نختار ريموف اف ار بي وان كليك، نختار ميثود 2، نعمل له اوكي، ننتظر هنا على الجهاز. The operation is busy. بدي نفك ونركب الفيش كمان مرة ونعمل الغاء ورد نعيدها كمان مرة. زي ما انتم شايفين مباشرة اعطى الجهاز، نعمل اوكي واوكي، يعني نحط الصح ونعمل اوكي، بننتظر عليه لغاية ما يكتمل يعطينا انه تم. زي ما انتم شايفين هي بلش يمسح في حساب جوجل. هيك خلص مباشرة. لو رجعت رجوع عملت اي كبسة مباشرة راح تلاقيه توجه للصفحة الرئيسية وفتح. هلا بعد ما يفتح في خطوة مهمة لازم انك تسويها مباشرة، بدك تفوت على الاعدادات وتروح على خيارات المطور. طبعا اذا ما كانت فاتحه معك بتفوت على الحاله وتضغط على الاصدار من هون، معلومات البرنامج رقم الاصدار، وبتضغط عليها هون لغايه ما تفتح معك، تتاكد انها فتحت معك بالطريقه هاي. بعدها مباشرة بتدخل على الإعدادات. أنا عشان إعادة ضبط المصنع، بعدين تعمل إعادة ضبط المصنع، تعمل له إعادة ضبط المصنع ومسح الكل. وهيك بتكون خلصت وفتحت الجهاز. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. نراكم في فيديو قادم. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوفقكم جميعا.